المشاكل العراقية ربما مع دول الجوار لا تنحصر فقط في مسألة المياه، كما تعلمون جنابكم لدينا أيضا مشكلة أخرى وهي التعديات أو التدخلات العسكرية في العراق، سواء من الجانب الإيراني بالقصف المستمر والذي حدث ربما يعني قصف كان مؤخرا لإقليم كردستان العراق، وأيضا العمليات العسكرية التركية المستمرة في إقليم كردستان. ما هي الخطوات التي تتخذها وزارة الخارجية العراقية من أجل إيقاف هذه العمليات؟ أولا حينما نتحدث عن المشاكل يجب أيضا نتحدث عن أن هناك مشتركات كبيرة بين البلدين، بين العراق وبلدي الجوار. لدينا علاقات جيدة مع، لكن هناك مشاكل، هذه المشاكل تعود جذورها إلى بعضها إلى عقود مرت وبعضها إلى السنوات الماضية. هذه المشاكل بالنسبة للتدخلات الإيرانية، سواء تدخلات في الناحية السياسية أو بدأنا بالحديث والنقاش مع الجانب الإيراني بشكل آخر. السياسة الخارجية اليوم ليس سياسة تابعة لأي دولة، وحينما بدأنا العمل قلنا أن السياسة الخارجية تنبع من المصلحة العراقية، وسوف نتباحث مع الأصدقاء والأعداء. الأعداء لا نتباحث معهم لكن نواجههم، لا نواجههم بالعنف لكن نواجههم بوسائل أخرى، لكن مع الأصدقاء سنواجههم بالحقائق وبالحديث الصريح. أعتقد طهران بدأت تسمع لغة جديدة من بغداد، لم تكن هذه اللغة موجودة قبلا. وقلنا للأخوة الإيرانيين، نحن جيران جغرافيا، هذا واقع، وسنبقى دول مجاورة. لدينا مصالح ولدينا مشتركات تاريخية ولدينا مشتركات ثقافية، لدينا مشتركات دينية، لدينا مشتركات تجارية اقتصادية في مجالات مختلفة، ولدينا مشتركات أيضا في بعض القضايا الدولية. إذن نحتاج إلى تعاون مشترك، لا نحتاج إلى تدخل من الجانب الإيراني، لكن نحتاج إلى تحالف في مواقع معينة. التدخل في الشؤون العراقية ما ممكن قبوله من أي دولة أخرى. صحيح العراق مرت بمراحل مختلفة وأصبحت ضعيفة، ضعيفة من ناحية القدرة العسكرية، من ناحية القدرة الأمنية، من ناحية القدرة الاقتصادية، من ناحية القدرة المجتمعية. العراق مرت بحروب مختلفة وقتال داخلي، هذه أضعف الوضع العراقي داخليا، ولكن العراق مجتمع تنمو بسرعة، والعراق يعود بسرعة، الاقتصاد العراقي يعود بسرعة، والدعم الدولي للعراق موجود. العلاقات الدولية الموجودة بين العراق والدول الأخرى علاقات قوية، إذا هناك دعم دولي. العراق ما منعزل عن العالم كما كان منعزلا لعقدين أو أكثر من عقدين في زمن النظام السابق. العراق الآن ليس تحت التهديد الإرهابي كما كان، الإرهابيين بدأوا من 2005 ووصلوا إلى احتلال جزء كبير 40% من الأراضي العراقية. العراق تحررت من هذه المسائل. إذن العراق في مسار تسير خطوة بالخطوة إلى الأمام، لها علاقات دولية قوية، والدول القوية تراقب الوضع العراقي، ولكن تراقب أيضا علاقات الآخرين مع العراق. للعراق بدأ دولا رياديا في المنطقة، تقود، تطرح المبادرات. إذن الجانب الإيراني يجب أن يفهم هذه المسألة، أنه نحن سنكون أصدقاء للإيرانيين ونبقى أصدقاء، نحن جيران مع الإيرانيين ونبقى جيران، وفيما يخص ونعمل معا، ولكن مسألة التدخلات الإيرانية في غير مقبول. المجتمع العراقي بدأ يتحدث عنها.